أولا فاسد ما لازم تخاف من الفاسد، من المرتشي، من الشخص الذي بالمسؤولية لازم ينفذ مسؤوليات اللي عليه. أنا ما جابر هي يصير مسؤول، قايل لهم تقبل المسؤولية تصير مسؤول، ما تقبل المسؤولية أنا حاسبك لا تصير مسؤول. لذلك لربما مرات يقولون هو شديد في التعامل، لكن إن لم نكن شديدين في التعامل أعتقد راح يصير خرق. لذلك نحن مستمرين في تجاوزاتنا. ذاك اليوم قالوا أكو وفاة، وأهل ذوي النزيل المتوفي قالوا إحنا نشك إنه صار قتل، صار تعذيب، صار كذا. أنا رحت تعرف بنفسي العائلة، وأنا اتصلت بوالدته وبشقيقه وجبتهم هنا للوزارة، وسويت مدير عام القانونية رئيس لجنة التحقيق، وأنا أشرف عليه بشكل مباشر. وأخوه قلت تعال تجي، كل موظف إحنا نحقق به، كل فيديو إحنا نشوفه، كل تقرير الأطباء العدليين أنت تروح وياهم وتجي، أخاف يصير عندك شك حتى أكبر قدر من الشفافية، ونحيلهم للقضاء اللي موجودين. إذا هذا مو صحيح إحنا اللجنة التحقيقية نطلع مرفوعي الرأس، لكن إذا ظهر أنه أكو تقصير وأكو تعذيب ليش أغطي على العالم؟ هذا اللي يعذب النزيل لازم هو ينال جزاءه القانون العادل. أنا حسب معلوماتي ومعرفتي بيك أنت مو ميال دائما أن تتعامل مع اللجان التحقيقية، صح؟ لأنه اللجان التحقيقية دائما مخترقة، صح؟ والولد يوصلوا لها، مو؟ الثق بقرارات اللجان التحقيقية وتبني عليها؟ يعني ما أخفيك أنا سويت إصلاحات حتى في اللجان التحقيقية اللي موجودة، وغيرت كثير من الذين كانوا يقومون بالتحقيق. زين. لذلك دائما في القضايا المهمة ما أسوي لجان تحقيق إدارية، قبل أحيل للنزاهة. للنزاهة. خاصة في قضايا طاب وما طاب، ويا بخلي نسوي وفق القانون انضباط موظفي الدولة نسوي تحقيق، وليش قلت هذه قضايا إدارية اعتيادية احنا خليها سنحيل للنزاهة حتى يصير الضبط بالسرعة بعدها نسوي تحقيق الإداري.